انا عايز مرشح الدايره اللي هو مرشح نفسه للانتخابات يبقى عنده رحمه شويه، ويعرف يخدم الغلابه والفقراء واللي متطلقه يقبضها معاش، ما يخليش الناس تقعد عند محطه المترو تتسول. مش عايزين الاطفال الشوارع يبقى موجودين في الشوارع، عايزين يبقى الشغل موجود ليهم على طول دايما. انا واحد من الناس شغال عامل نظافه، مرتبي ما بيكفيش عيالي. احنا عايزين اللي يجي للبلد. البرلمانات اللي كان بايام حسني مبارك كان كلها في نفاق وافاقين، وناس بتخش اساسا بتدفع رشاوي للشعبيين عشان تخش البرلمان. عايز برلمان يبقى ناس كلهم بيحبوا بلدهم، وعايزين مش عايزين نفاق، وعايزين ناس تفكر المستقبل عشان نقدر نحقق مستقبل افضل. حد خايف على البلد، بس حد يعمل علشان. احنا نتمنى يكون في اعضاء مجلس شعبي يعني على مستوى المسؤوليه، ويقدروا يحققوا لمصر اللي يعني يكملوا الرئاسه ويكملوا الدستور ويعملوا لصالح شعب مصر، ويراجعوا القوانين، كم القوانين الرهيب اللي تم اصداره خلال الفتره الانتقاليه دي. البرلمان القادم اصلا كل اللي جاي اصلا قيادات حزب وطني سابقه، واحنا لا نسمح في البرلمان القادم ولا حزب وطني ولا جماعه اخوان ولا صرفيين. احنا بنتمنى ان الفرصه الجايه دي تبقى فرصه الشباب والفتيات في مصر. ماشي، شبعنا من الانظمه السابقه. هو ما فيش برلمان اصلا، احنا كل ما نجيب برلمان مش هيعجب النظام فالنظام هيشيله، بس فاحنا مش هننزل اصلا ننتخب اصلا. والله انا عاوز البرلمان ده يكون مختلف، ده بعد ثورتين لازم يكون مختلف، وما يعجبه اي تيار. التيار الاسلامي يكون موجود، حتى التيار الاسلامي يكون موجود بحزب النور يمثله، بلاش الاخوان المسلمين. وما عاوزين الفلول ولا عاوزين الفساد ما قبل الثورة 25 يناير. أنا أحب يكون كله شباب. أنا بكره بتوع الحزب الوطني، الجماعة العواجيز بتوع زمان دول المفروض يتشالوا. عاوزين أفكار جديدة، عاوزين الشباب، عاوزين جيل جديد يخش البرلمان. مش عاوزين الناس اللي هي بقى اللي هي واخدة على إيه الشتيمة وقلة الأدب والكلام الفارغ اللي بيعملوه دوت والسطوة. اهم شيء عندي الحصانه دي تتشال، لان في البعض بيستغلها استغلال سيء.